تمام جدا. طيب احنا عندنا دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم، انتروداكشن تو سكرين بروبابيلتي. في مصطلح اللي هو الاكسبيرمنت، ده مصطلح، او المصطلح اللي هو الاكسبيرمنت اللي هو التجربه، يعني اي اجراءات باحتمالات بتعملها او اي اجراء بيقع ضمنها نتائج محتمله بيسموها تجربه. دي مش يعني مجرد اعرفها كده. لكن عندنا مصطلح اسمه السامبل سبيس، دي جميع الاحتمالات الموجوده في التجربه اللي بنقوم بها. وفي عندنا مصطلح اسمه ايفنت اللي هو الحدث، الحدث اللي بيحصل. يعني كمثال عندنا مثال مثلا، عليكم السلام، مثال عندنا مثلا، نفترض ان انا عندي consider the experiment، يعني اعتبر تجربة of rolling one dice. يعني افترض ان في عندي ظهر طاولة انا بأجري عليها التجارب. السامبل سبيس هو كمان احتمالات اللي هو من 1 لـ 6. لكن الايفنت ممكن يحصل ايه؟ ممكن تكون عامل ايفنت واحده يطلع لك مثلا رقم 1، او بتعمل حدث خاص بالارقام الزوجيه مثلا، او حدث خاص يعني رقم او رقمين. يعني ممكن يكون حدث مفرد ايفنت سيمبل اوف اوكورينج، او ايفنت خاص باثنين واربعه وسته كومباوند، يعني مركب، يعني بتبحث عن احداث مركبه يعني. وممكن السامبل تعبر عنها بطريقه اخرى، يعني ما تكونش، يعني ما تكونش بطريقه السرد 1 2 3 4 5 6، ممكن تكون بطريقه الوصف، يعني تقول انها ايفن او اود، يعني الاعداد الفرديه او الايه الزوجيه. فاحنا هنخلي بالنا عندنا مصطلحين هنا بالنسبه للاحتمالات. المصطلح الاول اللي هو الحدث، والمصطلح الثاني اللي هو السامبل سبيس اللي هو جميع الاحتمالات الممكنه. لو انا عايز اعرف احتمال الحدث، يعني عايز اعرف هنا احتمال الحدث اللي هو بيعبر عنه بهذا الرمز بي اي، احتمال ايه؟ probability، بي يعني probability، اوف اي بين قوسين اي، هو عباره عن ايه؟ بالنسبه يعني لاسلوب ديبليس، ده عالم فرنسي، فهذا العالم كان بيحسب الاحتمال عن طريق انه بيقسم عدد الحدث، عدد الحدث، ويحط طبعا خطين، خطين يعني في بدايه ونهايه الاي او الاس او اي رمز، معناها العدد زي ما خدنا قبل كده. يعني احنا كده نعرف ايه عدد الحدث، كم مره حدث هذا الحدث، يعني كم مره جابت الزهره مثلا 3 مثلا فرضا، يعني حدث، لو افترض انا ببحث عن احتمال الحدث رقم 3 فرضا، يعني فبشوف كم مره جابت 3 لما رميت على اس اللي هي عدد الاحداث اللي هي 6، يعني لما رميت 3 على 6 فهنا بيجيب لي عدد. فدي طريقه حساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات عمرها ما تكون يا اما من 0 ل 1، يا اما تكون 0 يا اما 1 يا اما بينهم نص ربع وهكذا. فهي ما بين الايه؟ البي اي ما بين الصفر والواحد. لان انا عندي ده طبعا هنا الاس، عليكم السلام، الاي لما هقسمها على اس، لان هي اقل مش هتزيد عن الواحد ولا هتنقص عن الصفر طبعا. فده بالنسبه للاحتمالات. طب هناخد مثال كده لل وبيقول اكزامبل ا كوين از توست توايز. يعني انت عندك عمله هللا يعني ورميتها مرتين. What is the probability that this hit occurs؟ يعني ايه الاحتمال اللي ممكن، ايه الاحتمال اللي ممكن لما ترمي هذه الزهرة على الأقل، يعني تطلع مرة واحدة الهيت، يعني الناحية من الناحيتين، يعني مش الرقم، الصورة يعني، تظهر الهيت دي، ايه الاحتمالات لو انت رميت الزهرة مرتين يعني؟ الحل هنا احنا طبعا ايه هو السامبل سبيس؟ السامبل سبيس يا اما هيكون هيد، يا تكون يا رقم يا صوره، او هتكون هيد او تيل يعني. فالسامبل هنا عندي في حاله الاثنين
يبقى اتنين في اتنين، لان كل واحده ممكن يعني في المره الاولى ممكن تجيب الحالتين والمره الثانيه تجيب الحالتين، يبقى ايه؟ اتنين في اتنين اربعه. يا اما اتش اتش اللي هي هيت، يا اتش تي يا تي اتش يا تي تي. اذا السم عرفت ان هو اربعه. اما الايفنت اللي هو على الاقل، الايفنت هو بيقول على الاقل واحد هيت، فمعناه عندي ثلاث احتمالات اللي هم دول، شايفين؟ يا اما اثنين هيت، يا اما هيد وتي تيل يعني، يا اما تيل وهيد. اذا انا عندي الحدث ده احتماله كم مره؟ ثلاث مرات. احتماله كم مره؟ ثلاثه. يبقى معنى كده ان كان الحدث ده ممكن يحصل ثلاث مرات، ثلاثه على اربعه، لان النسبه يعني هي طريقه الجسم انه بيقسم الحدث على السبيس، على يعني المحتملات الممكنه، جميع الاحتمالات الممكنه. فيبقى 3 على 4. يعني هنا في الاسلوب حساب الاحتمال الحدث بي اي بيكون عباره عن كام؟ عدد الحدث عدد الايه؟ عدد السامبل سبيس، السامبل سبيس على اس اي. طيب مساله ثانيه، ابلاينج ذا بيسس ديفينيشن اكزامبل ان اوريل كونتينز فور بلو بولز اند فايف ريد بولز. What is the probability that a ball choosing from the oil is blue؟ طبعا الاورن زي جرة كده او حاجة يعني يوضع فيها كور. فانا عندي اورن وتحتوي على خمس كرات حمراء، وتحتوي على كم كرة زرقاء؟ اربعة زرقاء، وتحتوي على خمس كرات حمراء. ما هي الاحتمالات ان انا ممكن يعني احتمالات بالنسبه للحدث، الحدث الكره الزرقاء الزرقاء يعني تطلع كم مره؟ فبالنسبه لابليس طريقته انه بيقسم عدد ايه؟ على يعني السامبل سبيس. فاحنا عندنا كم كره زرقاء؟ اربعه. والسامبل سبيس كم؟ تسعه. اذا هتبقى اربعه تسعه. ده بالنسبه لايه؟ ده البروبابيلتي اوف اي. البروبابيلتي اوف اي ده اللي هو كده بي بين قوسين اي، مين الحدث بتاعي؟ اللي هي الكره الزرقاء، مش كده؟ الكره الزرقاء. قسمت عدد الاي، قسمت عدد الاي اللي هو هنا كده، عدد الاي على عدد الاس، عدد الاي كام؟ عدد الاي على عدد الاس، تمام. على السامبل، السامبل كله تسعه، خلاص. طيب امسح ده. طبعا ده هو انا عندي تسع كرات، عايزين نعمل احتمال ظهور كره زرقاء، وعدد الكرات الزرقاء اربعه، عدد الكرات الزرقاء اربعه، وعدد الكرات الموجوده تسعه. فاحتمال ان انا لما اطلع كره من الاورن دي يعني هيكون احتمالها قد ايه؟ فهتقسم الاربعه لان دي على عدد الكرات الكليه. فعدد الكرات الكليه ده اسمه السامبل سبيس، يعني الاحتمالات الممكنه. كبر من تسعه، اربعه خمسه تسعه. السامبل جميع الاحتمالات الموجوده. زي ما قلنا من شويه قبل ما تيجي انت اللي هي ظاهره الطاوله. فيها من واحد لسته، يعني جميع الاحتمالات ست ارقام. لو انا قلت انا عايز لو رميت الزهره طلع لي واحد احتمال كام؟ احتمال سوس. هي دي طريقة إبليس، في طرق تانية بس احنا دي الطريقة البدائية. عندنا كمان سؤال تاني، وات از بروبابيلتي ذات وين تو دايز ار رولد ذا سم اوف ذا نمبرز اون ذا تو دايز از سبعة. يعني انا هرمي زهرتين، ايه احتمال ان هم يطلعوا مجموعهم سبعة؟ فيا اما هيكون ستة واحد، يعني عندي احتمال ان احسب الحدث الاول ايفن ستة واحد، يا اما ارقام ثلاثة يا 5 و2، مش كده؟ يعني او 2 و5، ممكن تطلع 2 و5، 3 و4، 1 و6، يعني كم احتمال كده؟ 6. اذا الايفنت كام؟ 6. عدد الايفنت 6. طب السامبل كام؟ السامبل مع كل رقم بيدي 6، يعني ممكن تيجي 1 و1، 1 و2، 1 و3. فاذا معنى كده 6 ب6، يعني مع كل رقم من الارقام في الزهره الاولى هيكون معاها 6 ارقام
بالنسبة لإيه؟ يعني ممكن واحد ستة، واحد واحد، واحد اثنين، واحد ثلاثة، واحد أربعة. طب مع الاثنين ممكن الست أرقام، مع ثلاثة. إذا في هذه الحالة بتقول إيه؟ ستة في ستة بكام؟ 36. إذا معنى كده الـ probability of هذا الحدث إنه يطلع لي الاثنين مجموعة بالسبعة عبارة عن كام؟ عدد الأحداث 6 على 36 يعني سدس. إذا الـ probability بتاعي كام؟ سدس. دي مسألة تانية، ده كله باستخدام الإبليس ديفينيشن. طيب إكزامبل آخر، إن ألوتري أبلاير وينز أ لارج برايز، يعني في عندنا جايزة كبيرة بس وين زي بيج فور ديجيتس ذات ماتش انكوريكت أوردر فور ديجيتس سيلكتد باي راندوم ميكانيكال بروسيس وات ذا بروبابيلتي ذات أبلاير وينز برايز. يعني هنا بيشترط عشان ياخد الجايزة إن تطلع الأرقام زي بعضها، يعني إذا تطلع ثلاثة أربع ثلاثات يعني. يعني هو بيطلع ارقام لازم اربع ثلاثات اربع اثنينات اربع واحد، يعني رقم لازم الاربعه تكون سبعه. الاول نحسب السامبل سبيس، كم هنا السامبل سبيس؟ انا بطلع اربع ارقام، كل رقم ممكن يكون من صفر لتسعه، يعني 10 احتمالات. مع كل رقم من 10 يطلع معاه 10 في اللي بعدهم، يعني مع الصفر ممكن يشيل 10 من بعدهم. او 10 مع الثلاثه او 10، ففي الحاله دي بتضرب. هنا بنستخدم اسلوب الضرب الاحتمالات اللي خدناها. فيبقى انا عندي هنا 10 اس 4، 10 في 10 في 10 في 10 احتمالات، مش كده؟ يبقى السامبل سبيس بتاعي كام هنا؟ 10 10 اس 4 يعني 4 اصفار 10000. طيب الاحتمال اللي عندي هنا احتمال واحد بس انه يطلع الارقام يعني مثل بعضها نفس الارقام. اذا معنى كده هيكون كام؟ 1 على 10000. ده مساله هنا. مسألة تانية بس هنا هدية سمولر صغيرة. إز أون إف أونلي 3، يعني ثلاث أرقام متشابهة بس ماتش. وات إز بروبابيلتي ذات أ بلاير وينز أ سمول برايس عشان يكسب الجائزة الصغيرة. طيب أنا عندي هنا الاحتمالات الموجودة كام؟ 10. الاحتمالات الموجودة هنا برضه عندي نفس الحكاية 10000 اللي هي السامبل سبيس. طيب الاحتمالات القائمة هنا كام؟ الاحتمال القائم عندي هنا أول ممكن رقم أي رقم ياخد من 1 ل 9، يعني 1 من 0 ل 10 من 0 ل 9 يعني 4 10 أرقام مش كده؟ وبعدين وثلاث أرقام متشابهة هيكسب. أو العمود الثاني ثاني واحدة هي اللي تكون مختلفة وثلاثة أو إذا معنى كده عندي في كل مرة كام؟ عندي في كل مرة هنا 10 أرقام. بس في هذه الحالة أنا مش مع كل رقم بيجي بيمشي مع كل الأرقام، لا ده هو المفرد. في هذه الحالة بستخدم الجمع. إذا هتبقى كام الحالة هنا؟ 9 في 4 كام؟ 36. إذا هنا 36 هتتقسم على 10000. لأن أنا عندي خانة كاملة، بيكون في خانة كاملة مش متشابهة. طب ليه 9 مش 10؟ أنا قلت في الأول 10، 9 لأنه هو في رقم منهم هيكون متشابه مع ثلاثه ثانيين. في الحاله دي هيبقى هي مش هو المطابق للحاله دي، هو يختلف تسع ارقام بس. يعني افترض الثلاث ارقام كانوا زي بعض، فرقم من العشره هيكون مع مطابق للثلاثه، اذا هيتحقق الشرط هيبقى اربع ارقام مش ثلاثه. فاذا المعنى كده ان عندي تسعه ارقام بس هي اللي هتختلف. اذا التسعه تسعه وتسعه ب 36. هنا بنستخدم عمليه الجمع مش عمليه الضرب. ليه؟ لان كل رقم مش بياخد معاه جميع الاحتمالات، لان الارقام الثانيه في هذه الحاله هي لما تتفق يعني هنا تختلف عن الحاله الاولى. اذا 36 على كام؟ على 10000. طيب ابلاي ريبليس ديفينيشن مساله ثانيه. There are many lotteries that award prizes to people who correctly choose a set of six numbers out of first n positive integers. Where n is usually between 30 and 60. What is the probability that a person picks the correct six numbers out of 40? يعني هنا عايز يختار كم رقم؟ ست أرقام من 30. هنشوف هنا بس الفرق. ست أرقام out of the first n positive 6 من 40. 6 من كم رقم؟
ست ارقام من 40. طيب يبقى معنى كده احتمالات الحدث عندي كام؟ الحدث عندي هيبقى كومبينيشن، يعني هنستخدم التوفيق. الحدث عندي عباره عن كومبينيشن 6 اوف 40. طيب نشوف كده 6 اوف 40، يعني انا هختار 6 من 40. طب الكومبينيشن 6 من 40 كام؟ احنا اتفقنا ان احنا نقول مضروب ل 40 على فرقهم، يعني 34 40 ناقص 6 34 برضه على 6، يعني على مضروب ال 6 ده الكومبينيشن. لكن لو كان تباديل، لو كان في الحاله دي التباديل بنقسم مضروب ال 40 على مضروب ال 34 فقط، مفيش كمان مضروب 6 لو كان تباديل. طب ليه هو توفيق؟ لانه بنوفق مجموع ارقام، هذه الارقام تنحصر ما بين 30 و 60. يعني هو اللي يكسب مين؟ اللي هيجيب 6 ارقام مجموعهم هتنحصر ما بين 30 و 60. دي 6 ارقام. فاي ارقام بقى كانوا الارقام دي ما بين 30 و 60 كانوا 1 2 3 4 5 6 او 6 ومثلا و5 و2 بس مجموعهم فوق 30. يعني هي الارقام دي توافيق يعني مش، لكن لو بدلناهم هو نفس الحكايه. فهي في الحاله دي الاول انا بحسب ايه جميع الاحتمالات اللي هي السامبل سبيس، السامبل سبيس هنا بحسبها بالكومبينيشن. كام الرقم طلع؟ 3 مليون بشويه زي ما شايفين. لو احنا حسبنا مضروبه ب 40 على مضروبه ب 64 في 6 يطلع برقم. اذا الاحتمال بتاعها هيكون 1 على هذا الرقم، واضح كده؟ ده بالنسبه للحاله الثانيه. طيب What is the probability that the number 11, 4, 17, 39, 23 are drawn in that order from a bin with 50 votes labeled with the numbers 1 و 2؟ يعني انا عندي بعض الكرات عليها من الرقم 1 ل 50. ايه احتمال ان الكرات تطلع 11 و 4 كم كره دول؟ 17, 3, 39, 23 دول يطلعوا، يعني ان انا اطلع هذه الارقام، بس بشرط ان في الحاله الاولى ما ارجعش الكوره بعد ما اطلعها، وفي الحاله الثانيه اطلع الكوره، يعني ارجعها بعد ما اختار اذا كانت مش هي الرقم ان انا ارجعها. طب السامبل سبيس هنا عندي ايه؟ في الحاله دي انا كل ما بطلع كوره في الحاله الاولى ما برجعهاش بتنقص واحد. يعني هتبقى كام؟ هتبقى 50 في 49 هتبقى 30، يعني 50 في 49 في 48 في 47 في 46. يعني مضروب ال 50 على مضروب 50 ناقص 5 على مضروب 45، اذا هيبقى 50 في 49 في 48 في 47 في 46. يعني تباديل، انا هيبقى هنا 50 و5 كانها تباديل يعني. فهنا كان معناها احنا عارفين التباديل بيبقى ايه؟ مضروب ال 50 على مضروب الايه؟ هو تباديل 50 و5، يبقى مضروب ال 50 على مضروب 45. فاذا هنا هتبقى معناها 50 49 في 48 في 47 في 46. الدروس دي عايزه تركيز شويه، بعد كده ان شاء الله تكون الدروس سهله بعد كده، يعني الدروس دي هي تباديل وتباديل على مضروب ايه؟ على مضروب 45، فهتروح مع بعضها. اذا هتبقى ايه؟ كاننا ضربنا 50 في 49 في 48 في 47. انا بحسب السامبل سبيس دلوقتي في 46 في 45 في 47 في 46، هو ده الناتج، ده السامبل سبيس. وهقسم ايه بقى في الحاله دي؟ واحد عليها هيديني اللي هو الحدث، يعني واحد على الرقم ده. اما الثانيه هتبقى 50 في 50 في 50 خمس مرات. شوف مع بعض كده، يبقى الاحتمال الاول كام؟ 50 في 49، 50 في 49 48. هو احنا عملنا هنا تباديل، تباديل ايه؟ 50 و5، لان انا عايز اطلع خمس كور بهذه الارقام، عملنا تباديل 50 و5. فتباديل ال 50 و5 عباره عن كام؟ 50 في 49 في 48 في 47 في 46 على في مضروب 45، على مضروب 45 اللي هو الفرق بين 50 و5. اما في الحاله الاولى ما فيهاش تباديل، هتبقى ايه؟ 50 في نفسها خمس مرات، لان انا براجع الكوره مره ثانيه. والحدث بتاعي واحد، فيبقى واحد على هذه الاحتمالات. طيب ده بالنسبه خلصنا كده ابليس بروبابيلتي، طريقه الابليس ان هو بيقسم، يعني المفروض انك انت هتبقى عارف السامبل سبيس اللي هي الاحتمالات اللي درسناها في الدرس السابق.
وتروح قاسم الحدث عليها. هناخد دلوقتي حاجه اسمها احتماليه المكمل الكومبلمنتس اند الاتحاد. يعني انا دلوقتي عايز اشوف اتحاد الاحداث ومكمل الاحداث. نشوف مع بعض. اولا بالنسبه للحدث، الحدث مكمله ده معناه مكمل، ما بحط فوق الخط كده معناها كومبلمنت اوف ايفنت، هيساوي السامبل ناقص الايه؟ الايفنت. واحتمال مكمل الحدث الايفنت كومبلمنت اوف ايفنت بيساوي واحد لان ناقص احتمال الايفنت. طيب لو انا بعمل عندي حدثين اتحادهم بيساوي مجموعهم احتمال ناقص تقاطع الايه الحدثين. هنشوف تطبيق على كده، وده نفس الكلام يعني هنا نفس الكلام بس بيستخدم عمليه المجموع لو كان في عندي اكثر من حدث. ناخد مثال الكلام ده. The probability of complements of events. انا عندي مثال هنا بيقول ايه؟ A sequence of 10 bits is chosen randomly. يعني انا بختار بطريقة عشوائية 10 10 خانات. What is the probability that at least one of these bits is zero؟ يعني ايه الاحتمال ان يكون عندي على الاقل 0 1؟ على الاقل 0 1 يعني ايه كده؟ معنى كده ان انا لما يكون على الاقل 0 معناها جميع الاحتمالات، يعني الاحتمال الوحيد اللي هيختلف ان يكون كل واحد، ان يكون كل الاماكن البيت فيها واحد. يعني شفنا هنا مثلا اظن نعملها هنا، لا لسه قدام. طيب احتمال ان يكون كله ايه في هذه الحاله؟ دي ما مرناش عليها لسه. مثلا ان يكون كل واحد، يعني عندي 10 خانات، هو بيقول ايه الاحتمال ان يكون على الاقل فيها 0 1؟ فمعنى كده ان لما تكون كلها واحد ده احتمال واحد، ان يكون كلها واحد مش كده؟ ده احتمال واحد. بقيه الاحتمالات ان يكون فيها على الاقل 0 1 او 2 0 او 3 0، تمام كده؟ فهنا عشان يحل المساله قال ان الحدث الحالة بتاعتي ان يكون فيها صفر على الاقل 0 1 ان يكون واحد ناقص احتمال المكمل. ايه هو المكمل؟ ان يكون كله واحد. يعني واحد ناقص المكمل على الاس، يعني واحد ناقص 1 على 2 اس 10. احنا جميع الاحتمالات ايه السبب بتاعتي؟ انها عباره 2 في 2 في 2 10 مرات مش كده؟ ده السبب. يعني معناها واحد على كام؟ 1024. يعني معناها 1023 على 1024، يعني الاحتمال اللي موجود ان يطلع على الاقل 0 1023 على 1024. ليه؟ لان المكمل بتاعنا بيكون كل واحد عباره عن 1 على 1024. ماشي كده؟ ده يعني هنا استفدنا من حكايه المكمل. المكمل بتاعه اصلا واحد، احتمال الحدث هل هيحدث غير حدث واحد؟ انه كل واحد. فالمكمل بتاعه هيكون 1023 على 1024. طب احتمال اليونت اتحاد الاحداث ده مش واضح من الكلام ده؟ يعني هنا عمليه المكمل انا عندي 10 خانات، هو بيقول ايه الاحتمال ان يكون ال 10 خانات على الاقل فيها 0 1؟ فلو فيها اي صفر الاحتمال ده هيكون موجود عندي، الحدث ده موجود عندي. ايه الاحتمال الوحيد اللي هو يكون ما يكونش فيه صفر؟ ان يكون كل واحد. فده حدث يعني بيمثل عدد واحد بس. طيب ايه السامبل سبيس بتاعي؟ السامبل سبيس اللي هو 2 اس 10 مش كده؟ يعني هو 2 في 2 في 2 10 مرات. اشمعنى ايه؟ الاي؟ 2 اس 10 ليه بقى؟ ما احنا دي خدناها لما يكون عندي 10 خانات كل خانه تحمل احتمالين معناها تبقى 2 في 2 10 مرات، دي خدناها تمام البتات يعني. فهنا جبنا استفدنا من المكمل بحيث عرفنا عدد الحدث، عدد الحدث مكمل واحد.
فقلنا 1 على 1024 يبقى معنى كده المكمل بتاعه على الاقل 0 1023. مكمل الحدث. مكمل الحدث. ايش الحدث اللي هو جميع الاحتمالات. اللي نشوف احتماله. اي اللي هو الحالة. الحدث هنا بطلبه انه يكون على الاقل في 0 1. ايوه. يكون في 0 1. يعني مثلا انا عندي 10 خانات. هتبقى مثلا 0 1 0 0 1 1 1 3 0 وهكذا. فانت فيها 0 1. الحالة دي يعني المكمل بتاعها الوحيد انه يكون كل واحد. فاصبحت حدث واحد على 1024. طب ايه المكمل بتاعها؟ اللي هو على الاقل 0 1 اللي هو 1023 على 1024. انا طرحت من الواحد. الاحتمال الباقي يعني. طب نشوف هنا نستخدم احتمال الاتحاد. What is the probability that positive integer selected at random from the set of positive integers not exceeding 100 is divisible by either 2 أو 5؟ يعني عايزين نشوف هنا احتمال الأعداد اللي يعني اللي بتقبل القسمة على 2 أو تقبل القسمة على 5. يعني 100 عددها كام؟ يعني هنا 100 تقبل القسمة على 2 كم احتمال؟ والمية اللي تقبل القسمة على 5. طبعا هنا عشان انا اقسم المية طبعا انا عندي السامبل سبيس 100 في الحالة بتاعتي دي هنا 100 عدد. طيب كم عدد يقبل القسمة على 2 من الاعداد من 1 ل 100؟ كم عدد؟ طبعا النص اللي هي كام؟ 0 و2 و4 و6 و8 يعني نص الاعداد يعني 50 عدد يقبلوا القسمة ايه؟ ال 100 تقسمه. 100 تقبل القسمة على 2 وعلى 4 وعلى 6 وهكذا مش كده؟ فدي تقبل القسمة ايه؟ كل الأعداد 50 عدد يقبل القسمة على 2. طيب وكم عدد يقبل القسمة على 5؟ هيكون 20 عدد. تمام؟ لأن أنت هيبقى عندك الخمسة لو طلعت 5 هتقبل القسمة على 5 وال10 تقبل القسمة على 5 وال15 وهكذا 20 عدد. تمام كده؟ طيب يبقى أنا عندي هنا بالنسبة للاثنين احتمالها كام؟ الاحداث يعني كم حدث هنا؟ 50. يعني احتمالها النص لان 50 على 100 النص مش كده؟ اما بالنسبه للاعداد اللي هي من 1 ل 100 تقدر تسمع على 5 كام؟ 20. معنى كده 20 على 100 يبقى الاحتمال كام هنا؟ السامبل 100 عادي. يبقى 20 على 100 اصبح عندي هنا 1 على 5. 5 في 2 5 5. تمام كده؟ فانا لو استخدمت اسلوب الاتحاد عشان اعرف هنا يعني الاعداد الذي يعني تقبل يعني القسم على 2 والاعداد الاحتمال الاثنين يعني اللي تقبل القسم على 2 وتقبل القسم على 5 لو استخدمت الاتحاد هيكون ايه؟ هيكون في هذه الحاله عندي كام زائد كام؟ هيبقى 5 ونص 1 على 2 زائد 1 على 5. لكن انا هنا طبعا في الاتحاد هشيل المشترك لو استخدمت الاتحاد هشيل المشترك لان في ارقام اشتركت زي ال 10 يعني 5 10 15 20 فال 10 وال 20 اشتركت تقبل تسمع 2 فحصل هنا في يعني تكرار للاحتمال كده الاحتمال يبقى خطا لو انا قلت جمعت الخمس على النص ففي هذه الحاله مين هنا مشترك؟ المشترك 10 اعداد نص اللي هي بتقبل تسمع 5. إذا في هذه الحالة نستخدم الاتحاد هقول إيه؟ هقول الخمس زائد النص شوف هنا مع بعض الحدث الأول بي إيه اللي هي النص والخمس ناقص العشر عشان أعرف هنا إيه؟ اتحاد الحدث الأول مع اتحاد الحدث الثاني اللي هو إيه؟ الحدث الأول اللي هو يقبل القسمة على 2 الحدث الثاني الاعداد التي تقبل القسمه على 5 ناقص 10 على 100 زي ما انتم شايفين هنا كده. تمام؟ طيب 10 على 100 الاعداد المشتركه اللي هي ايه؟ اللي هي لو جبنا ال 10 هي تقبل القسمه على 2 وعلى 5 20 30 40 وهكذا.
فدي اعداد مشتركه. فهنا لما نيجي نقول اليونيون الاتحاد لازم مع اليونيون بتطرح المشترك الانترسكشن يعني المشترك بينهم. ده هنا مثال. طيب assigning probability تخصيص الاحتمالات. انا ممكن اجيب جميع الاحتمالات الممكنه واجمعها اقول احتمال الحدث الاول كذا واحتمال الحدث الثاني، بس مجموع هذه الاحداث لابد انها تكون تساوي واحد. فممكن هذه الاحداث ما تكونش متساويه، هذه الاحداث ممكن ايه ما تكونش. انا بس اشوف الصوت واصل هو ده اليمين. الصوت واصل كده؟ الصوت واصل؟ كاتبين اي بوست. طيب شوف في حد جاي تاني؟ طيب فالسايد بروبابيلتيز هنا احنا افترضنا ان تساوي الاحتمالات، لكن ممكن الاحتمالات ما تتساويش، وفي هذه الحاله لابد نعرف ان كل الاحتمالات لابد تحمل يعني مجموعها يكون عددها جميع الاحداث احتمالات جميع الاحداث لابد ان تساوي واحد. ده assigning probability. طيب نشوف المثال ده. What probabilities should we assign to the outcomes each hits and he tells when a fair coin is flipped. يعني انا عندي عمله فير يعني احتمالاتها متساويه. احتمالات يعني لما بستخدمها النتائج بتاعتها الاحداث احتمالاتها متساويه. تمام؟ طيب وايه الاحتمال لو ما كانتش ده عشان نشوف الاساين يعني. لو انا عملت هنا يعني assign to these outcomes when the coin is biased so that hit يعني منحازه احتمالاتها بيزد، احتمالات الكوين بيزد منحازه that hits comes up twice as often as tail يعني مع كل مرتين تطلع مرتين hits يعني الهيتس تطلع مرتين مع مرة تيلز مش متساوية الاحتمالات. فعايزين نشوف هنا الصايم للاحداث يعني probability of للاحداث. طبعا في الحالة الأولى هيكون نص probability of hit نص يعني واحد على اثنين، ما الاحتمالات عامل اثنين بس هي كل واحد نص هيد ونص ايه؟ هشوفه نص. بي اتش ايكوال بي تي يساوي نص. طيب هنا مين يقول لي السامبل سبيس هنا كام؟ السامبل سبيس هنا كام؟ هي كوين واحدة. السامبل سبيس هي كوين واحدة. يعني اثنين. هنا السامبل سبيس يساوي اثنين. فإذا قلنا اتش بيساوي واحد على اثنين هنا اللي هو احنا قسمنا ايه؟ قسمنا بنص ونص واحد، قسمنا الحدث على السامبل سبيس. طيب في الحاله الثانيه هي بيز لما ارمي الكوين مره دي اتش هيد يعني مع كل ذات هيد كامز اب تويس يعني الهيد تيجي مرتين والتير تيجي ايه؟ مره واحده. اذا انا عندي ثلاث يعني ثلاث هيد كل هيد بتساوي 2 تير كل هيد تساوي 2 تير. اذا انا اقول ان 2 بي تي زائد بي تي بتساوي 3 بي تي بتساوي 1. فمعنى كده ان الهيد بيساوي تلتين احتماله تلتين. انا عندي ثلاث مرات ضرب ثلاث مرات في الثلاث مرات يجيب لي 2 هيد وواحده تير مجموعهم 3. اذا معنى كده ان البروبابيلتي اوف هيد يساوي تلتين وبروبابيلتي اوف تي يساوي تلت. واضح كده؟ ده بالنسبه للاحتمال. يونيفورم ديستريبيوشن هنا التوزيع القياسي. طبعا التوزيع القياسي خدنا عليه ان هو يعني فير يعني بيعتبر كل حدث مساوي للحدث التالي، يعتبر مساوي للحدث الايه؟ التالي اللي هو اليونيفورم
ديستريبيوشن، ده بيستخدم ايه؟ كل الاحداث متساويه مع بعضها، مفيش ايه بيزد، مفيش انحيازيه. ده هنا بالنسبه لي ده بيسموه يونيفورم ديستريبيوشن. طيب probability of an event not that now no assumption is being made about the distribution. لازم مجموعة الاحتمالات ده تكرارية، مجموعة الاحتمالات لابد انها تساوي ايه؟ مجموعة الاحتمالات بتساوي مجموعة السامبل سبيس. طب نشوف مثال هنا، suppose that a dice is biased، هنا بقى منحازة. is biased so that 3 appears twice as often as each other number. But يعني الرقم 3 بيطلع مرتين. احنا معانا زهرة منحازة تطلع 3 مرتين. وبقية الأرقام ايكوالي لايكلي، يعني بقول لك ايكوالي لايكلي، خلي بالك من اللفظ ده معناها ايه؟ معناها متساوية الاحتمالات. اعرف اللفظ ده ايكوالي لايكلي، متساوية الاحتمالات، ده لفظ يعني مصطلح ايكوالي لايكلي. طيب يعني كل الارقام متساوية الاحتمالات ايكوالي لايكلي، ولكن الرقم 3 بيطلع مع كل رقم ثاني مرتين. What is the probability that an odd number appears when they roll these dice؟ طبعا احنا عايزين نعرف الرقم، يعني ايه احتمال يطلع رقم فردي؟ طبعا الثلاثه فردي، مع اذا الارقام الفرديه عندي كام؟ 1 3 5. كم رقم دول؟ 3. لو كانت هنا هي ايكوال لايكلي كنت قلت 3 على 6 ونص وخلاص، لان انا عندي سامبل سبيس كانت 6. فكنا في هذه الحاله 3 ارقام على 6 يبقى نص، لو كان ايكوال لايكلي، لكن هنا مش ايكوال لايكلي. انا عندي هنا 2، عندي 4 كده في هذه الحاله، انا عندي هنا 3 2 والتانيين عباره عن 5. 5 ارقام التانيين 5. اذا اصبح عندي 7. يعني السامبل سبيس اصبح 7. الثلاثة اتنين على سبعة، والرقمين التانيين اللي هما ثلاثة وخمسة، واحد على سبعة واحد على سبعة. إذا هتبقى اتنين زائد واحد زائد واحد يبقى أربعة على سبعة. نشوف كده الحل. probability of A حدث، probability of 1 بيساوي واحد، of 3 بيساوي اتنين على سبعة مش كده؟ of 5 واحد على سبعة، إذا النتيجة أربعة على إيه؟ على سبعة. واضح كده؟ واضحه دي تاني سهل. يعني هو دلوقتي انت عندك انت لازم تحسب السامبل سبيس. السامبل سبيس عندي هنا 6، لكن هنا عشان الزهره بيزد يعني منحازه، عشان هي بيزد تطلع 3 بتطلع مرتين مع كل اي رقم ثاني، تطلع مرتين ما تطلعش مره. اذا انا عندي كم احتمال؟ عندي بتطلع يعني في الحاله الاولى السامبل سبيس هيطلع الواحد مره مع الاثنين مره مع ثلاثه مرتين مع الاربعه مره مع الخمسه مره مع السته مره. اذا اصبح عندي السامبل سبيس 7 مش كده؟ يعني برمي الزهره تطلع واحد وبعدين اثنين وبعدين اثنين ثلاثه اهو ثلاثه اربعه خمسه سته عادي، يبقى ايه؟ 7 مرات. ده السامبل سبيس. احتمال الحدث واحد كام؟ هو عايز يحسب الاول اللي هو الفردي، واحد على سبعة، والتلاتة دي منحازة اثنين على سبعة مرتين، والخمسة واحد على سبعة يبقى واحد على سبعة واثنين على سبعة. طبعا عارفين ان المقام كان مشترك بنجمع البسط، ولا ده واحد زائد اثنين زائد واحد على سبعة زائد اثنين على سبعة زائد سبعة. واضح كده؟ اذا النتيجة ايه؟ احتمال probability of this حدث this event probability of ايه الحدث بتاع ايه الايفنت؟ ان يطلع 1 3 5 كام؟ اللي هو الاود يعني. طيب هناخد بقى يعني تطور جديد اللي هو conditional probability، الاحتمال اللي فيه شرط المشروط. تمام كده؟ ايه الاحتمال المشروط ده؟ احتمال مشروط انا يكون عندي
حدث يعني يعطي حدث آخر أو يؤدي إلى حدث آخر. تمام كده؟ حدث يؤدي، وهذا له قانون، هنشوف هذا القانون بيقول إيه؟ القانون بيقول الحدث إيه إذا أدى أو أعطى الحدث إف بيساوي تقاطع الحدثين، احتمال تقاطع الحدثين على الحدث المؤدى إليه، يعني اللي وصلنا له ناتج. طبعا الكلام ده يبقى، شوف مثال عشان يتضح. Let E حدث E be the event that the bit string contains at least two consecutive zero S. And F be the event that the first bit is zero. طيب يعني احنا عايزين نعمل ايه هنا؟ عايزين الحدث ايه؟ الحدث ايه عبارة عن ايه؟ شوفوا هنا مثلوا اللي يكون فيه على الاقل زيرو. انا عندي 4 بت، خلي بالكم عندي كام بت هنا؟ 4 بت، يبقى كم احتمال؟ 4 بت كل واحد يشيل 2، يعني 2 في 2 في 2 في 2 16 احتمال. خدناها دي بتكون 4 في الاحتمالات، يبقى 16 احتمال. كل واحد 0 1، يعني 2 في 2 في 2 في 2 16 احتمال، مش كده؟ طيب يبقى السبيس عندي كام؟ سبيس سامبل 16. الحدث الاول بيقول ايه؟ بيقول على الاقل ان الفيرست الاول البيت الاول اللي هو الاي، الحدث الاول اسف اللي هو الاي، ان هو يكون فيه صفرين ورا بعض، يكون فيه صفرين ايه؟ ورا بعض اهو، ده الحدث الاول. الحدث الثاني بيقول ان يكون ده صفرين هنا، يكون على اليسار في صفر، يكون على اليسار ايه؟ صفر. طبعا على اليسار صفر دي معناها نص الاحتمالات، وعشان اذكركم بيها شوف شوف اللي انا عملها مش موجود عندكم، يعني حطيتها عشان اوضح لي. انا عندي هنا 4 بت، شايفين كم احتمال؟ كم احتمال؟ 16. فلما يكون عندي 4 هيبقى اول 8 صفار، فاكرين الكلام ده ترو فولس؟ إذا أنا عندي لما يكون على اليسار صفر كم احتمال؟ النص 8، مش كده؟ بنرجع هنا، هو ده اللي طلبه، إن هو يكون إيه؟ إن يكون من إف أول واحد صفر، أول واحد صفر ده الإف اللي هو كام على كام؟ 8 على 16، يعني النص. معايا؟ أهو اللي هو 8 على 16 دي إف الحدث الثالث، هو النص. اما ان يكون صفرين ورا بعض دي كان احتمال هو حصرهم في الاختيارات دي. ايه الاختيارات دي؟ ان هو 4 اصفار، 3 اصفار، 1 صفرين، هنا في صفرين اهو، هنا في صفرين، هنا في صفرين، يعني يكون في صفرين ورا بعض متتاليين. طب نشوفها هنا، هو الاحمر هنا عندنا اللي لونه احمر، ادي اول واحده صفرين ورا بعض، ثاني واحده، وبعدين هنا صفرين ورا بعض، بعدين هنا صفرين ورا بعض، صفرين ورا بعض. طب هات اي واحده هنا فيها صفرين ورا بعض، مفيش. فهو حصرها لك في 5 اللي هو اللون الاحمر عندي، 5 احتمالات ان يكونوا صفرين متتاليين، ده حدث اخر. صفرين متتاليين، لكن طبعا حصل بينهم ايه؟ اشتراك هنا. اذا انا عندي هنا في شرط يؤدي الى شرط. ايه الشرط اللي يؤدي الى شرط؟ الشرط الأول إن يكون على اليسار صفر، والشرط الثاني إن يكون صفرين ورا بعض. فأنا بقول إيه؟ إذا كان بي إي تؤدي إلى إف، إذا 5 على 16 إن هو تقاطع الاحتمالين 5 على 16، تتقاطع في الاحتمالين على نص اللي هو الاحتمال اللي يكون على اليسار صفر فقط، يديني 5 على 8. يعني عشان خاطر يكون عندي احتمال، هذا الاحتمال ان يكون على اليسار صفر، وهذا يؤدي ان يكون في صفرين متتاليين،
هيكون 5 على 8 ليه؟ لأن تقاطعهم هيكون 5 على 16 لأن الاحتمال بي اف اللي هو نص الايه؟ الأعداد. واضح ده شوية؟ ده بالنسبة لإيه؟ أنا يعني مش مهم يعني فمش إحنا مش هنوصل. أولا شوف الاحتمال ده يعني هنا يعني ده احتمال يؤدي إلى احتمال. احتمال يؤدي إلى إيه الاحتمال؟ الاحتمال الأول أن يكون على اليسار صفر. ده بيمثله كم خانة؟ 8. الاحتمال الثاني يكون الصفر متباين. فالاحتمال الأول عبارة عن 8 على 16 والاحتمال الثاني عبارة عن 5 على 16. فهو مشترك أن الاحتمال ده يؤدي للاحتمال ده. ليه؟ لأنه من عام الاحتمال الثاني اللي هو الصفر ممكن يكون هنا في مكان آخر. فين هو؟ يعني مثلا موجود هنا مثلا. مش موجود هنا. بس هو عايز الاحتمال الأول يؤدي للاحتمال الثاني. فهذا عشان يؤدي ليه لازم أنا أكون في المنطقة الحمراء اللي هي 8 و 8 أصفار. فهذا الاحتمال قيمته 5 على 8. نشوف احتمال ثاني conditional probability يعني بيشترط احتمال هو احتمال. هنا نشوف مثال لو نفترض أن عائلة عندها ولدين والولدين دول يكون فيهم على الاقل يعني ابنين يكون على الاقل فيهم ولد يعني يشترط فيهم في الاحتمال الثاني ان يكون فيهم ولدين ولد واحد. طب نشوف الحدث الاول. الحدث الاول هو ايه؟ الاي ان يكون عندهم ولدين بي بوي وبوي ولدين. طيب الحدث الثاني ان يكون في على الاقل ولد يعني بوي وبوي او بوي وجيرل أو غير الولد. فهو بيشترط أن يكون عندهم يعني ولدين ابنين يعني بس الابنين دول يكون فيهم على الأقل ولد. إذا الشرط الأول بتاعي اللي هو يكون ولدين والشرط الثاني اللي يكون إيه يكون فيهم بوي. الشرط الثاني كم احتمال؟ 3 والأول احتمال. طيب السم الخامس بس 4 4 احتمالات. السم لكل الاحتمالات كم؟ 4. إذا هنا الأول اللي هو يكون ولدين ربع. الاحتمال الثاني يكون ولد على الأقل 3 أرباع لأن الاحتمال الرابع يكون 2 جرب. فلما جيت أشوف هنا البروبابيلتي إي يؤدي إلى إف فبشوف التقاطع. التقاطع بتاعهم كم؟ ربع. التقاطع في ربع. واحتمال الاف ان يكون على الاقل ولد كام؟ 3 ارباع. لما اقسم الربع على 3 ارباع يبقى اذا الاحتمال ان يكون عندهم ولدين والولدين دول يطلع منهم على الاقل ولد واحد هيكون 3. الرابع هو في اللي هو بين وبين اللي هو في السلم. هنا يمكن المثال ده اسهل شويه. يعني انا بقول هذه العائله احتمال انها تجيب ولدين يكون على الاقل فيهم ولد واحد. فبستخدم هذا القانون قانون الشرط ده يكون عندهم ولدين فيهم على الاقل ولد واحد. فاشوف ايه؟ اشوف التقاطع بتاعهم واشوف احتمال الثاني اللي يكون على الاقل ولد واحد. اقسم التقاطع على احتمال الولد الايه الثاني. طبعا انا اقسم الاحتمال الاول ازاي؟ اجيب التقاطع الاحتمالين على السم اللي هي الاربعه. السم الاربعه ان يكون عندهم اربعه يعني اربع احتمالات. تقاطعهم يكون في 3 على الاحتمال معلش هنا التقاطع بتاعهم يكون ربع واحد اللي هم ولدين يعني. اما الاحتمالات القائمه هي 3 3 ارباع. فهقسم هنا التقاطع على الاحتمال المشروط الاخر على الاحتمال الاخر. ايه هو الاحتمال الاخر اللي هو 3 ارباع؟ قسمت هنا ربع على 3 ارباع اذا هذا يؤدي الى 3. الاستقلالية عايزين نشوف الاحتمالات دي فيها اندبندنس استقلالية ولا لا؟ عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا لما يكون في الاتحاد الاتحاد بتاعهم ما يكونش فيه انترسكشن. دي معنى الاستقلالية. يعني لو تلاحظوا اللي فاتت ليس فيها استقلالية. ليه؟ لان يعني فيها انترسكشن. طب هي انترسكشن فين؟
intersection فيه اللي هي النيلين والبول متقاطعين في حاله واحده ده الانترسكشن. فدي استقلاليه ان ما يكونش فيه تقاطع. نشوف هنا مثال زرار انبوت string of length خدناها قبل كده 4 that begin with a 1 and 8 bits of length 4 that contain an even number of 1. يعني انا عندي هنا امسح عشان يبان كده هنا نشوف هو عندي انا عندي 8 احتمالات. احنا افترض 4 اللي خدناها ففيها 16 احتمالات 16 ايه؟ احتمال. 16 احتمال دول عندي 8 منهم يكون يبدأ بالواحد من اليسار. يبدأ بالرقم كام؟ يبدأ بالرقم 1 تمام كده؟ وعندي 8 بالتالي تبدأ بالكلام هنا of links for that contain an even فيها يعني أعداد زوجية من الواحد. أعداد زوجية من الواحد يعني فيها واحدين أو أربع واحدين. طيب طبعا أنا عامل بالسامبل سبيس 16 كام؟ احتمال 16 احتمال. فنشوف هنا مع بعض الحدث الأول عبارة عن كام؟ 8 على 16. الحدث الثاني عبارة عن 8 16 يعني ده ايه؟ نص وده نص. طب التقاطع بتاعهم كام؟ التقاطع بتاعهم عبارة عن أربع وحايد يعني تبدأ بواحد وفيها واحدين أو أربع وحايد. واحدين صفرين بدأت بواحد، واحد صفر واحد صفر، واحد صفر واحد واحد. طب التقاطع كام هنا؟ 4 على 16. طيب يعني ربع. لما أجي هنا أشوف تقاطع الـ A والـ F اللي هو نص في نص يساوي ربع. لو هما انضربوا قدام التقاطع بتاعهم اذا دي بتعتبر احتمالات مستقله. لو انت ضربت الاحتمالين احتمالات غير مش يعني ليست لها علاقه ببعضها. احتمالات ايه؟ لو في امكانيه للضرب تبقى مستقله. او المقصود طبعا باللي بيلبس ما يكونش فيه بينهم تقاطع. ما يكونش فيه بينهم ايه تقاطع. طيب الواحد واحد لا لا ده جبناها من الجدول اللي احنا عاملينه. ايوه بس اما انت لازم تشوف العدد عشان تعرف الاحتمالات. لازم هو قال لك هنا عايز اللي هو يكون فيه واحد ايفن واحد زوجي. فبتشوف كل اللي فيه ايفن واحد زوجي ويبدأ من يسار واحد. بتجيبهم الجدول اللي انا عامله اللي انت شفته من شويه. لازم تعمل جدول. فبتجيب جميع الاحتمالات دي 4 ب 4 ب 16. انت هتجيبها من هنا الجدول اللي احنا عاملينه. اما انت هتجيبها ازاي؟ ما انت لازم تجيبها من هنا. هو مش موجود عندك في الجدول بس انا عملتها للتوضيح. ممكن تصور الجدول. اما الجدول ده انت بس انا ممسح انا ربما يعني ما كملتش معاكم يعني وعوضت في المحاضره الجايه ربما يعني هنشوف يعني ان شاء الله. احاول حتى اوصل لبرنولي الحاجه دي. طيب وهنكملها ان شاء الله المره الجايه. ده الاندبندنس. برضه دي في الجيرل والبول نفس الحكايه. هل هي مستقله؟ مش مستقله. ليه؟ لان الحدث عباره عن ربع وثلاث ارباع. ربع وثلاث ارباع. لو ضربت الربع وثلاث ارباع في بعضهم هيطلع 3 على 16. لكن التقاطع بتاعه ربع اذا هنا مفيش استقلال. يعني الاحتمال اللي بيوصل للاحتمال ده احتمال انه يكون على قدر ولدين فيهم يعني بول ابنين يكون فيهم بول دي مش احتمالات مستقله ليست احتمالات مستقله مش اندبندنت. تبقى تكون 3 على 16 تساوي 3 على 16 لو تساوت مع ضربهم مع اللي هي الانترسكشن بتاعهم لو تساوت هتبقى اندبندنت. اللي فاتت كانت اندبندنس شفناها مع بعض. طيب هنا ممكن تجينا مساله زي كده. يعني الان هنا في سياره حريق فاير انجن
وكان في احتمال هو ده كان الاحتمال 98%. دي احتمال ايه للسيارة المحرك انها تكون متواجدة، احنا ملايين نلاقيها. وسيارة الاسعاف 92%. هو قال ان دي احداث مستقلة، احداث مستقلة. عايز يحسب ايه هنا بقى؟ An event from finds the probability that both the ambulance and the fire engine will be available. الاثنين يكونوا متاحين. Assuming that they operate independently. يعني يتم ادارتهم بطريقة مستقلة. يعني مش مرتبطين ببعض. فإذا احتمال انك انت تجدهم مع بعض هنا بيساوي كام؟ هتضرب الاثنين في بعض. يعني تلاقيه في وقت واحد تضرب الاحتمالين، هو ذاك الاحتمال. هو بيقول لك طالما ده تضرب هنا، هو طالما طلب منك هو طلب منك الاحتمال ان يكون الاثنين متواجدين، تلاقي الاثنين مع بعض متواجدين. وقال لك انهم مستقلين. لما يكونوا مستقلين تضرب. هتضرب لكن لما يكونوا مستقلين مع بعض يعني نفس ما انت اذا كانوا هنا لازم تضرب في الحقيقه. منفصلين. ايوه اذا كانوا معتمدين على الضرب. الدكتور زياد ما شاء الله جدا سهله، اجيت انا جايب السؤال كده. لا مشكله. طيب انا هحاول ان شاء الله، يعني انا هحط لكم دي على اليوتيوب زي علشان خاطر تشوفوها. طيب. ده بقى يعني ده اسلوب تاني، واحد اسمه برنولي استخدم اسلوب ايه؟ اسلوب التجارب الناجحه وغير الناجحه. يعني هنا استخدم ايه؟ في احتمال عم ينجح واحتمال لا ينجح. فاذا يعني اعتبر المين البروبابيلتي اوف سكس والكيو اوف ايه؟ فيلير. حصل هنا ايه؟ الفشل. طيب نشوف هنا، نفترض ان انا عندي كوين بيزد منحازه. هنا بقى استخدم اسلوب البيزد. So that the probability of hit is تلتين، احتمالها تلتين. What is the probability that exactly four hits occur when the coin is flipped several times؟ يعني انا هنا عايز اعرف كم مره يطلع الهيت للعمله لو انا رميت العمله سبع مرات. بس العمله بيزد منحازه، منحازه بنسبه ايه؟ بنسبه تلتين. لمين؟ للهيد. فبالنسبه لقانون برنولي بيستخدم القانون الشكلي ده. ايه هو؟ بيستخدم سي 7 و 4. طبعا سي 7 و 4 ايه؟ كومبينيشن اللي هو ايه؟ التوفيق. 7 اللي هو مين؟ 7 ده اللي هي عدد المرات، عدد المرات اللي تم رمي الكوين بتاعتها، محاولات، عدد التجارب يعني، عدد التجارب. الأربعة اللي هي المحاولات الناجحة. فبتقول سي 7 4 في تلتين اللي هو الاحتمال الناجح أس إيه؟ أس عدد النجاح. احتمال الناجح أس عدد النجاح. في احتمال الفشل ما تلتين يبقى باقي تلت اللي هو كيميا. في اس احتمالات الفشل مش احتمالات النجاح. لان هو هنا برنولي بيستخدم حاجه اسمها فشل ونجاح، بيعتبر حاله فشل وحاله نجاح. طيب فاكرين الكومبينيشن كنا بنستخدمه ازاي؟ اللي هو التوفيق يعني. هنضرب ايه؟ مضروب السبعه على مضروب الثلاثه اللي هو 7 ناقص 4 في مضروب 4. ماشي كده؟ يبقى معناها 7 في 6 في 5 هتروح مع مضروب 4، اللي هي مضروب 4 مع مضروب 4. 7 في 6 في 5 مضروب 3 تحت اللي هي 6، يعني 7 في 5 يعني 35. واضحه الحته دي؟ حسبناها من غير ورقه. يعني معناها طلعت كام؟ 35. شايفينها؟ طيب و 16% مين 16% دي؟ اللي هي عباره عن طبعا 3 اس 7 اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الثلاثه الثانيه اللي هي الثلثين والثلث
أس 4 أس 3 أس 7. أما الاثنين أس 4 والواحد أس 3 ده هو اللي طلع كام؟ 2 أس 4 كام؟ 16، مش كده؟ هي دي 16، هي ده 1 أس 3 ب 3. يبقى هنا 35 في 16، واضحة كده ازاي حسبناها؟ في 16 على 3 أس 7، أنت ممكن تعملها بلغة حاسبة يعني، بس بقول لك ازاي اتحسبت. تاني هنا طبعا لو عملناها بالورد هنا هتبان، يعني انا عندي التلتين عباره عن 2 اس 4، 2 اس 4 كام؟ 16، مش كده؟ اللي هي دي. و 3 اس 1 اس 3 1، يعني مالهاش قيمه خالص. وال 35 اللي هي سي 7 4 كومبينيشن 7 4. اما على 3 اس 7 اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن 3 اس 4 و 3 اس 3 اللي هي المقام يعني، واضح كده؟ فضرب 16 ب 35 طلع كام؟ 560، وطلع 3 اس 7 بالرقم ده. خلاص؟ ممكن تستخدمه لأي حاسبة، بس أنت المفروض يكون عندك تخيل لأي حاجة. طيب. شوف هنا probability of case success in n n n هنا النجاح independent، معلش n النجاح k و n هنا independent، هنا بيفترض استقلالية عند برنول، بيفترض استقلالية استقلالية التجارب. ادي القانون، ده الكلام اللي هنقوله شويه، ده قانون سي ان وكي بي، بي هي الاحتمال، احتمال النجاح، اس كي اللي هو احتمال النجاح، وهنا احتمال الفشل، ان اس يعني الكيو هي احتمال الفشل، والبي احتمال النجاح، اس ان ان اللي هي عدد مرات التجربه، وان ناقص كي اللي هي ايه؟ فارق مرات التجربه من مرات الايه؟ النجاح. طيب دي تجربه معموله خاصه بايه؟ باعياد الميلاد، كتطبيقيه لبرنولي، اسلوب ايه؟ تطبيقي لبرنولي. طيب انا مع يعني هكتفي وهكمل معاكم، اكتفي معاكم بالجزء ده هنا يعني. ان شاء الله هكمل معاكم من هنا يعني المره الجايه. اشوف بس لو في حد حضر ولا حاجه. اشوف بس لو في حد حضر. النتائج، النتائج ظهرت بالنسبة لكم؟ أنا ظهرت؟ أنا حطيتها بالنسبة لي. طيب ماشي حاضر، بس خليني أصور لحظة بس. أنا هقول لكم على حاجة دلوقتي لاحظتها، لاحظتها في الاختبار يعني. هقول لكم على حاجة قبل ما انهي، وبعدين هنفتح الوورد هنا. الصوت واضح ها؟ التمرين على بيرس داي ده يعني انا شويه مجهد، والتمرين بتاع بيرس داي ده يعني عايز تركيز بالنسبه لكم يعني، فعشان ما اظلمكمش ان شاء الله كمان المره الجايه يعني. الحاجات اللي جايه مش صعبه، بس يعني عايزه ايه؟ فبالنسبه بس هقول لك على حاجه في الاختبار، انا لاحظت شويه يعني بالنسبه للدوام كنت بقول ازاي تعملوا في الاختبار تمام؟ لما تيجي داتا كوموزايت اف كوموزايت او جي، تمام كده؟ داتا كوموزايت دي معناها احنا خدناها هي، بس احنا خدناها بالمعادلات،
ما خدناهاش بالارقام الفرديه. فانا حتى لما قراتها في الاختبار بعد كده انتبهت انها بالارقام الفرديه. فالارقام الفرديه دي يمكن مره عليكم في الثانوي. انا خدتها لكم المعادلات اللي قلت لكم بزايد، قلت لكم لو هو في انا بتصحيح رعيت يعني. هتلاحظوا الحكايه دي. شوفوا هنا لما يقول لك اف جي دي معناها كلمه خدناها اللي هي الكومبوزايت. الاول احنا لازم نعرف الداله حاجه. لما يكون عندي داله اف اوف اكس بهذا الشكل والقيم عندي بتاعت الاف عباره عن ادي مثلا 1 و3 مثلا وقال لي هنا حطها بالباقي عشان التركيب هنا وهكتفي برقمين عشان بس الوقت 2 مثلا و5 مثلا او 2 و4 زي ما كان عندهم من 1 و4 تمام كده؟ وقال لك الداتا شيء عباره عن 1 و2 مثلا ثلاثة واثنين وطلب انك تعمل كومبوزايت الاف جي واكس اللي هي دي اللي فوق دي كأن انا عملت دي بالظبط شايفينها؟ كأن عملت كده يعني ما كده كده تعملها كده. النقطة عندكم يبدو انكم مش عارفين يعني لما انا اجي اقول له اف في الحالة الأولى بيقول لي اف 1 و3 يعني ايه اف 1 و3؟ يعني أنا بتاخده مادة أخدته في المدرسة. يعني ايه؟ يعني لما أقول له اف 1 بدل اكس قيمته هتكون 3 ده معنى الكلام يعني ماشي كده؟ ولما يكون اف 2 قيمته هتكون 4 صعبة جدا. يعني هنا الدالة فوق هنا بيقول لي ايه؟ اف 1 و3 هتكون 4 و1 و4 و1 و3 مثلا يعني. معناها ان لو كانت قيمه الاف 1 هيكون نتيجتها 3 ده معناها. وكذلك الشيء لو كانت 1 هتكون قيمتها 2 مش كده؟ ولو كانت 3 طب يعني ايه كومبوزايت؟ تركيب الداله يعني. يعني معناها تجيب قيمه الجي الاول. يعني انا عندي هنا اف جي اكس اهي شايفينها؟ انا عندي اف جي اكس بهذا الشكل بهذا الشكل. تمام؟ فبعوض عن الاكس بكام؟ انا بركب الدالتين بعوض عن الاكس باول قيمه للشيء، اول قيمه للشيء كام؟ اللي هي 1 اللي هي دي شايفينها اللي هي دي. اول قيمه للشيء كام؟ 1 فبعوض عنها ب1. طيب يبقى قيمة الجي 1 بكام؟ أنا أقول كده يساوي اف هفك الجي ده أول قيمة الجي بكام؟ جي 1 بكام؟ ب2 واضح الحتة دي؟ يعني جي 1 هنا بكام قيمتها؟ هل بقى دلوقتي قيمة اف 2؟ اف 2 بكام؟ طبعا لازم تكون القيمة موجودة في اف 2 وإما تقول مش موجودة اف 2 ب4. اذا هو ده الحل. هتيجي تقول لي ايه؟ هتقول لي اف جي واكس كام هنا؟ 1 و4. يعني انا جبت 1 بس مش هجيب الثانيه خلاص. هتقول لي القيم بتاعتها كام؟ 1 و4. دي قيمه الكومبوزايت. صعبه ولا انا يعني احنا خدناها لو تفتكروا الكومبوزايت بس اللي هي الاكس لو كانت معادله فاكرين؟ لما قلت لك حط الاكس ده كان مش ارقام مشكلة عليها درجات كثيره ماشي. لا ما انا دي انا يعني عوضتها يعني عديت فيها درجه بس هي كانت محدش خد فيها اقل من 5 من 8. اللي كتب اي حاجه اخد 5 اللي ما كتبش يعني حطيت فيها درجات كويسه. خلاص واضح الكلام ده؟ معقول انا حاجه 5 دي بالنسبه لها خلاص. فدي بالنسبه لل واضح كده ان دي واضحه حلها ولا يعني انت مهم انك تفك الكاس بس هي كانت جي في جي مش كانت جي في جي بتعمل نفس الطريقه
يعني هتعمل نفس الشيء. هقول لك تعمل ايه يعني لو كان جي 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 ايا كان جي هنا جي اكس هتجيب جي اكس الاول جي اكس بكام؟ يعني جي كام هنا؟ يعني جي واحد صح؟ جي واحد بكام؟ جي واحد بمين صح؟ طيب يبقى معنى كده هجيب بقى ما هي جي جي هنا معلش هنا بتساوي 2 هتبقى ايه؟ جي 2 طب جي 2 بكام؟ لازم يكون هنا في جي 2 ولا تبقى مساله غلط؟ يعني افترض ان كان هي ماسك كان 2 لازم يكون هنا في 2 يعني هو طبعا المساله محطوطه بحيث ما تطلعش غلط يعني خلاص؟ فجي جي 1 طلعت 2 جي 2 بكام؟ جي 2 الثانية هتطلع بربع تمام يعني انتوا لو بصيتوا في المسألة هتلاقوها تطلع بربع يعني بنجيب جي الأولى كام هنا؟ جي الأولى جي الأولى إكس فين جي إكس هنا؟ اللي هي جي واحد هي جي واحد صح؟ هتطلع كام؟ هنا في المسألة هي جي واحد هتطلع هنا كام؟ اثنين هجيب بقى جي اثنين بقى جي اثنين كام؟ ثلاثة بس يعني بس انت هتقول انا طبعا هنا مش متسلسلة هتلاقيها متسلسلة واضح كده تكون مزاولة تكون مزاولة دايما دي في كل اختبار انا لما كنت بدرس هنا يعني في الجامعة من فترة يعني درست فترة طويلة ففي كل اختبارات بس انقطعت عنها شوية ففي كل اختبارات يحط الكوبزرفون اللي بيحطوا مع الكونتر بس بيحطوا كل ده جه لو تلاحظوا ده خلاص واضح عمليه التركيب وان شاء الله لو عايزين تفهموها المره الجايه يعني النهارده شويه فان شاء الله اوضحها لكم برضه يعني او ابعتها لكم وربنا يسر طيب السلام عليكم اي استفسارات او حاجه هنا اي استفسارات المره الجايه ربما اخلي محاضره من يعني ان شاء الله قبل أربعة ونديك أكثر من ساعتين ربما يعني أو ساعتين فإن شاء الله هذا هذا الأخ إن شاء الله القناة القناة اللي بعتلكم على الإيميل مش بعتلكم أنا القناة بتاع تسجيل المحاضرة اللي فاتت أنتوا اكتبوا الشمعات أو هي تطلع لك بس في اليوتيوب اكتب هشام اتش اي اس اتش اي ام فقط بس هشام اس اتش اي ام كده زي ما انا اكتبها لكم دي شمعة في اليوتيوب لازم في اليوتيوب أو تكتب جنبها اليوتيوب تكتب بس اسم شمعة هتطلع لك ديسكريت ماسماتيك هتلاقي المحاضرة يعني وبعدين أنا بعتها لك بعدين ما وصلتش إزاي؟ فإن شاء الله غريبة حتى أنا بعت نفسي ما جاليش معرفش ليه حاجة غريبة بعتها لك في حاجة في الإيميلات في الجيميل نفس المشكلة حتى أنا بصل الإيميلات أنا لاحظت حاجة غريبة فانتوا اكتبوا ان شاء الله شمعة انت تعرفوا يعني وان شاء الله المرة الجاية يعني ان شاء الله نحاول نخلص هنا وهبعت لكم يمكن رسالة ان شاء الله بقى. طيب اي استفسارات او حاجة؟ في اسئلة؟ طبعا النتيجة ان شاء الله انا خلاص رصدتها يعني هم من جامعة مش داعي درجات كويسة ان شاء الله معقولة يعني كويسة ان شاء الله اسمك ايه؟ انا سليمان سليمان انا خلاص حضرتك يا سليمان وفين بالنسبه لبتوع بتوع اللي هي حصه موجوده حصه موجوده حصه موجوده هو في تاني ايه موجوده ايه موجوده آية موجودة مش موجودة آية شوف آية في الأسئلة آية خلود خلود في المدينة آية طب آية موجودة ما جاتش ولا إيه؟ يا ريت تكتب لي آية الآية يا ريت تكتب لي اتفضل خلاص احنا خلاص خلصنا عايز امشي امشي اتفضل آية ما حضرتش ولا إيه؟ آية اللي هي من حايل حايل ضروري تكتب لي الله يكرمك ايه ما
من حايل لحايل. لا مش مقبولة يا زلمة، مش مقبولة هي، مش مقبولة. طيب طيب خلاص، شكرا، جزاك الله خير. خلاص انا هقفل الصوت وهقفل التسجيل. حضر يا حضر.